بعد 22 عاماً من تسجيل آخر إصابة بالكوليرا، يعود الداء ليظهر مجدداً بالجزائر ويخلق حالة من القلق والذعر. مطلع شهر أوت بمستشفى البويرة يتم استقبال أفراد عائلة يعانون من أعراض الإسهال، الغثيان والدوار. في الفترة نفسها يستقبل مستشفى بوفاريك مرضى يعانون من أعراض مشابهة. الأسباب المعلن عنها بعد أيام تسمم غذائي. ناس أصابوا بإسهال كبير في ولاية بويرة، وبعدها تم طرد حالات أخرى في نفس العائلة. 14 من أوت ظهرت حالات أخرى في منطقة تدعى حي خزرونة وحي فوضاوي، وين عائلة بأكملها كانت ظهرت فيها أعراض تاع الكوليرا. كان بعض من الناس من هذوك المصابين ديجا خداو الأدوية، الشيء اللي ربما كانت التحاليل عطلت شوية. ليرتفع عدد المرضى المتوافدين على المستشفى والأعراض نفسها. حالة طوارئ بمستشفى بوفاريك. الوزارة تطمئن، ونتائج معهد باستور لعينات البراز لم يعلن عنها بعد. بالنسبة لأول حالات اللي جرى في 14/8/2018، كانت حالات فيها أطباء تاعنا شكوا فيهم عندهم لي ميم سيمبتوم باثولوجيك تاع الكوليرا. كان فيها نوع من الهلع في المجتمع، وكذا يعني ولا المواطن كي عنده إسهال عادي واللي يشك ينسبوا للكوليرا، ولا توافد كبير، رجع توافد كبير على المستشفى. وزارة الصحة تكشف المستور في 23 أوت. السبب وراء إصابة هؤلاء المرضى داء تم القضاء عليه منذ 22 سنة، داء الكوليرا يظهر مجدداً بست ولايات بالجزائر. من بين 139 حالة استشفاء، 46 حالة مصابة بالكوليرا مع تسجيل حالتي وفاة. النتائج الأولية ظهرت بأنه حقيقة الميكروب هذايا اللي تم عزله يشبه كثيراً ببكتيريا تاع الفيبريون كوليريك. كما تعلمون هذه البكتيريا ما شفناهاش من مدة 22 سنة. إذن الشيء جانا شغل مفاجئ وغريب. جاونا عينات تاع المرضى اللي كانوا في عين بسام وكانوا منعزلين اوسبيتاليزي في القطار. دونك سا كوانسيدي مع لي بريلافمون تاع لا فامي تاع خزرونة تاع بليدة. بدينا نديرو التحاليل، عاودنا من جديد وظهرت لنا بلي هي حالات مؤكدة. الإعلان عن داء الكوليرا أثار ارتباكاً وسط مصالح مستشفى بوفاريك. مواطنون يتوافدون لإجراء تحاليل، وآخرون يتساءلون عن الوضعية الصحية لأقربائهم الخاضعين للعلاج منذ أيام. راني خمس مع واحد اللي راهو مريض يديه ما مشي نظاف، كانت بيت الماء ما غسلش، وخمس مع هذه راهم فيهم الكوليرا. راني درتهم في فم، نقدر بعد ساعتين تظهر عليا الأعراض. أنا مراي مالاد هنايا، ما صار في لادياري وتقيا. النهار اللي قلنا بالك ليستوم ولا ضرته ما جبناه للسبيطار لهنا حكموه هنايا. بصح المشكل ما قالولناش مين او الشكلات واش حاجه اللي ضرتها. قالوا يجوا لي زاناليست راهم يديروهم، بصح ما طولناش واش كاين الاسباب. واحد ما عاد كي لحقنا نهار الدوجور قال لك كوليرا. كوليرا هذا مين جا؟ فيبريون كوليريك، البكتيريا المسؤوله عن هذا الداء، تتسبب بالاسهال الحاد والقيء المؤدي الى الجفاف ووفاه المصاب. يتسبب المرض في إصابة 4 ملايين شخص ووفاة 100 ألف كل سنة. ينتشر الكوليرا في الأماكن التي لم تعالج فيها شبكات مياه الشرب أو قنوات الصرف الصحي، ويعتمد العلاج على تعويض السوائل المفقودة بالجسم. أما إذا تركت الكوليرا دون علاج فتؤدي إلى الوفاة. يعني حتى يوم 27 أوت 2018 فيه 172 حالة مشتبهة، منها يعني فيها 26 حالة نيجاتيف. لحد الآن كان 59 حالة مؤكدة، بينها 3 حالات مؤكدة في البويرة، 30 في بليدة،
14 في تيبازا، 11 حالة مؤكدة في الجزائر، ولاية الجزائر، وحالة في المدية. هذو هما الحالات يعني اللي وحد الآن 66 مريض يعني غادر المستشفى، واللي بقاو يعني راهم في صحة جيدة. عدة فرضيات طرحت لعودة ظهور الداء. تلوث مياه الحنفية فرضية نفتها وزارة الموارد المائية. وزارة الفلاحة فندت فرضية تلوث مياه السقي الخضر والفواكه، لتكشف وزارة الصحة يومين بعد التصريح بالمرض عن منبع سيدي الكبير بتيبازا السبب في انتشار الداء. احنا نخدموا يعني مع المينستير دي ريسورس اون او، لاجونس ناسيونال دي ريسورس اون او، اللي يتاكد باللي الماء ما فيه، الماء تاع الحنفيه ما فيه اي مشكله. هذاك المنبع اللي عيرناه حقيقه وجدنا فيه بكتيريا تاع فيبريون كوليريك، ماشي كل اللي يشرب من الماء هذاك راه يطيح مريض، لان هذاك العنصر راه يسيل، كاين دي فوا الشحنه تكون قليله يوم تكون كثيره يوم، ولكن الحوض اللي كان في هذا العنصر هذايا لو باسا هذاك ومن اللور هذيك لي بتي رويسو اللي كان من اللور كاع ملوثين. تحاليل معهد باستور اشارت الى ان العائلات المصابه تعيش بمحاذاه بؤر مائيه ملوثه، أين تم العثور على بكتيريا الفيبريون كوليريك وبكتيريا أخرى مشابهة. مجموع 38 بوان دو، نقط لماء اللي حللناهم، صبنا تقريبا 71% غير صالحة للشرب. وزارة الصحة يعني تعطي كل التدابير الوقائيه، يعني خاصه غسل الايدي قبل الاكل وعند استعمال المراحيض، يعني غسل الفواكه والخضار. هذه يعني المميزات تاع الوقايه اللي تقدر يعني تحبس انتشار هذا الداء. بعد مضي اسبوعين من تصاعد موجه التخوف وتسجيل اكبر عدد من الاصابات، هدوء حذر واستقرار نسبي في الوضعية الوبائية على أمل القضاء على الداء في قادم الأيام.